عندنا مكتب اسمه جر ماكنزي، هو تابع للشيخ سعيد وتابع للتجار يعني. أنا سايرة أخذ البرقية، شفتهم هم عندهم صور، واحد هندي عندهم صور يتبادلون يطالعونه، والبنت شلية ما تدخل عند الرعيل، البنت توقف ورا الدريشة ويطاولوني أنا البرقية من هذه الدريشة، وأنا أشوف الصور اللي عندهم. أنا استغربت، شفت عين وخشم وهذا في قرطاس طابع، في القرطاس الطابع، قلت هذا شقاي الصورة تنطبع في هذا القرطاس. كان يراويني الكاميرا، يجل الكاميرا يقول لي هذه الكاميرا تطبع. خدت الكاميرا من عند جيتا، قلت بتعطيني أصور، قال لي قلت شقاي يصورون، هو أنا من وراء الدريشة وهو داخل رواني، قال هني يحطون الفيلم وهني إذا بتجلسين أنت وياهم تضربين الأوتوماتيك. قلت لي جيتا باخذ الكاميرا براي بسافر بها بمبي، قال ما عليه سافري. صرنا ماشي طياير عنا في السماء في مراكب، وصلنا بمبي وصوريت السسترات والمرضى هناك. أهلي ما يرضون أن أصور، وأمي عند محمد شريف عشان أدارس اللي رباني يقول لا بابا سيري سيري صوري، هو شجعني واشترى لي كاميرا وأدوات مال التحميض وتجمعوا الرولات عندي. فاحتاريت البنت هاك اليوم ما عندها بيزات، قلت شب ايش قايل محمد هالرولات، بنات الرضا هم علموني التحميض. أنا قبل لا استوي أول مصورة أقول حق بنتي أمينة أنا أخاف أموت وأودي هالأشياء كلها وياي في القبر. قالت لي أمي أنا بطلعك. هذا يوم سمعوا من أمينة قالوا لا نبقى أمك، ودوني دار ابن الهيثم وسووا لي أول معرض فتحاش الشيخ منصور بن محمد، حطوا لقبوني بأم المصورين. يعني الواحد يتمنى دايما أن يرزق الله الجنة، فأنا قبل الجنة رزقني شوف محمد بن راشد وكوتي وياه، وأنصح إن شاء الله هذه وطنهم لازم يخدمونها إن شاء الله كل الشباب، وتطلع بلدنا كلها رقم واحد.